في البداية إحنا بنوجه تحياتنا لأسران البواسل في سجون الاحتلال والأسران المحررين وأهالي الشهداء طبعاً على رأسنا من فوق الجميع. جايين هون إحنا وقفة ضد البنك العربي وعدة بنوك أيضاً تقوم بالتواطؤ بقطع رواتب ووقف رواتب الأسرى المحررين والأسرى في سجون الاحتلال والشهداء أهالي الشهداء. ونقول كلمتنا ونوجه رسالة إلى دولة رئيس الوزراء والسيد الرئيس أبو مازن أن هناك عدم التزام من قبل سلطة النقد ومن قبل البنوك، فهناك تصريحات إعلامية من قبل البنوك وسلطة النقد على أنه تم حل الإشكالية، ولكن نحن هنا نوجه رسالة أنه لم يتم حل الإشكالية. وبالنسبة لإشكالية القروض أيضا يتم خصم وسحب رواتب من الأسرى ومن الشهداء واستهدافهم بشكل مباشر، ونحن نقول كلمتنا الآن أن هؤلاء هم الفئة التي ناضلت من أجل هذا الوطن ويجب الوقوف معهم بكل الأشكال. نحن اليوم بإرجاع الرواتب كما كانت عليه، عدم اتخاذ أي خطوات من البنوك بحق التحفظ على حسابات الأسرى، ونطلب من رئيس الوزراء والدكتور وسيادة الرئيس أن يتابع موضوع سلطة النقد وعدم التجاوزات هنا وهناك على يعني على عكس ما تم الاتفاق عليه.